صديقتي تقول أنا شفت أمي وأبوي لما كنت صغيرة وهم في علاقة حميمية وصرت أقلدهم أنا وأختي الأكبر مني، هل هذه صدمة؟ نعم بدون أدنى شك. نعم طبعا تختلف حسب العمر بالضبط اللي أنت مريتي فيه، لكن واضح على طول التأثير. شوف كيف أنت سويت شيء ما كان المفروض أنك تسوينه، ومعنى هذا الكلام أنه أنت ما زلتي هويتك الجنسية قد تكون مضطربة، أو شعورك تجاه الجنس الآخر، أو شعورك تجاه جنسك لأنه أنت صرتي تقلدينه وأنت وأختك، فكل الهوية اضطربت. فنعم هذه صدمة، والمفروض أنه الأم والأب المفروض أنهم ينتبهون من أنهم يعرضون أطفالهم لمثل هذه المواقف ومثل هذه الصور، خصوصا مع السوشيال ميديا والانفتاح اللي يعيش العالم. لابد أن الطفل، ما عندي مشكلة الطفل يكون مع آيباد، بس لابد يكون في فلتر، لابد أنك أنت كأم كأب عندك مسؤولية أنك تحمي طفلك، عندك مسؤولية. ما المفروض أنه يشوف شيء قبل الوقت الصحيح، ما المفروض أنه يسمع شيء قبل الوقت الصحيح، فعندك مسؤولية أنك تحمي طفلك، عندك مسؤولية، وأنت اشتغلي على هذا الموضوع، لازم تشتغلين عليه. تقول دكتورة أنا تعرضت لصدمة عاطفية جدا قوية كانت وكسرتني، والشخص نفسه رجع لي بعد فترة نادم، أوكي، ورجعت علاقتي معاه، كل ما ابتعد يرجع لي، هل هي كارما؟ حبيبتي انتي يعني انتي متورطة، انتي متعلقة ومتورطة. طبعا ما ابغى يعني اقصو عليك واقولك ليش رجعتي، لانه على يبدو انه العقل اللاواعي اتخذ هذا القرار عشان يعمل حماية، لانه انتي ما تحملتي الصدمة، ما تحملتي صدمة فراق هذا الشخص، وبالتالي لما رجع عقلك اللاواعي قالك بلا هالألم، بلا هالعذاب، بلا هالصدمة، بلا الأجساد المحطمة، بلا الهوية اللي تشوهت بسبب فقدان هذا الشخص، خلني أرجع ويعني وأعيش. لكن المشكلة إنه أنت الآن مهددة طوال الوقت، وهذا صراحة يخلي الموضوع دبل، يخلي صدمتين، إنه أنت صارت لك صدمة لكن ما زلتي تعيشين شعور الصدمة، ما زلتي انتي الله يسر بيمشي الحين، بيمشي، سوى بلوك، ما رد، راح، اختفى، يمكن هو نايم، بس لا ما سمعت صوت اليوم، فمعناها أنا ما زلت عايشة في قصة الصدمة وما زالت تشتغل كذا. وطبعا هذا راح يجلب صدمات أخرى. هل بالضرورة الصدمة تكون اختفاء هذا الشخص مرة ثانية؟ مش بالضرورة، بس ممكن يكون هو، لأنه برضو موضوع التعلق يجيك اختبار في التعلق، مالك مهرب من أنك أنت تواجهين القصة وتقوين نفسك. وأبغى أقول لك أنه أنت قوية، انه انت جدا قويه. شوفي انا اؤمن انه ما حد يصدم بشيء لا يستطيعه، ما حد. قد تكون صعبه، مؤلمه، توصلك قيعان، لكن ايضا نظام الصدمه معاه مساعدات، نظام الصدمه معاه يجي معاه حالات انقاذ، ويجي معاه الطوارئ اللي معاه. وابغى اقول لك شيء، نظام الصدمه يجي ومعاه عقد حب. تخيل، ما في نظام صدمة يجي لو معاه عقد حب. لذلك مهم انه احنا نشوف يمين ويسار مين اللي حضر وقت النظام هذا، وقت ما النظام جاء النظام التدمير هذا، التطوير بين قوسين. فما في مهرب انه عقلك اللاواعي الان يجاملك ويقول لك حافظي عليه، اسكتي عنا، تواصلي معاه، مي خالف عشان ما اطيح، عشان في
اقتراح اللي هو اقتراح اللي هم نسميهم الأشخاص الجسر، اللي هم يعني زي نقول البدائل، هذول اللي ممكن نستخدمهم لمرحلة خطرة في حياتنا، بس لازم أيضا نكون عندنا وعي في هذا الاستخدام. يعني لما تقولين والله أنا يعني أنا بموت لو راح هذا الشخص من حياتي، ويقولك سوي تبديل، سوي عملية تبديل في المرحلة الانتقالية، لما تقدرين توقفين على حيلك بعدين تقدرين تتخلصين من كل الأشخاص الموجودين في الساحة. لكن ما المفروض إنه إحنا نستخدم برضو هذه الطريقة بعبث ولا بتلاعب بمشاعر الآخرين، إنه أنت ما تعطين أي أحد وعود ولا تضحكين على أحد ولا تدعين أي ادعاء. مهم إنك تنقذين نفسك، مهم، لأنه جتك علامات كافية وجتك يعني إشارة تقول لك إنه الدورة ما زالت مفتوحة، دائرة الصدمة عندك ما زالت مفتوحة، تالي ما تبغين تتألمين صراحة أكثر مما تألمتي، ما تبغين. وعلى فكرة أقول لك شيء، ترى هذا الشخص مو يعني مو أنت متمسكة فيه عشان هو شخص جيد أو كذا، هو الخلل يعني، ولا أبغى أقول لك ترى هو ما يسوى، هو مو ذاك اللي يسوى يعني، بس يعني أبغى أقول لك إنه الموضوع جواتك، المشكلة جواتك، أنت عندك خزانات ما تعبت، فبالتالي قاعدة تتعلقين برا، فيجيك الاختبار انه خلاص استوب، بطلي هذه القصة. ديما حبيبتي تسأل تقول هل في ناس يتحررون من الصدمة بدون وعي منهم؟ قصدك انها تكون بشكل زي ما نقول تلقائي او زي ما نقول فطري؟ لا لا، التلقائي انه احنا ناخذ الصدمة وكذا يعني نضغطها ونحطها في الصندوق الأسود، هذا هو. يعني إحنا لو استسلمنا كذا لطبيعتنا، لو استسلمنا لطريقتنا لضيق أفقنا، بيرجع الموضوع للسيد العقل اللاواعي، والعقل اللاواعي عنده طريقته يخبي ويجمع، إذا الموضوع خطر يعني يلفلف الموضوع ويقفل القصة كلها ويحطها في الصندوق الأسود وخلاص، خلاص يا بابا روح كل شيء تمام، أنا مسيطر على الصندوق، it's okay، روح انبسط في الحياة. فالواحد يقول أنا ما عندي صدمة أصلاً، أنا كل شيء أوكي، أنا كل شيء تمام، بينما هو يعيش في متلازمة ما بعد الصدمة، بس الصدمة جوا في الصندوق الأسود. فلا، الناس لا تتحرر من الصدمات، لذلك أبغى أقول لك أنه انتبهي، لاحظي أغلب الناس حولك هم يعيشون في متلازمة ما بعد الصدمة، أغلب الناس راح تجدين عندهم علامات ما بعد الصدمة، ما زالوا يعيشون في الدائرة ما قفلوها. أغلب الناس وأنا راقبتها ووجدتها فعلا حقيقية. واو، سؤال صعب، تقول أنا ما عندي إلا قيمة دورة واحدة للصدمات، أيهم أختار؟ أوكي، إذا كنتي مصدومة وتبغين تتحررين من الصدمة، بس أنت الآن وسط أزمة تبغين تتحررين منها، طبعا أبنوس، لأن أبنوس فيها برنامج من 21 يوم يحررك من الصدمة. إذا كنتي تبغين تفهمين الموضوع عشان ما تقعين فيه مرة ثانية، أو كنتي لايف كوتش، أبغى أقول لك نظام الصدمة، يعني هذا يرفع درجة إدراكك بحيث أنك تشوفين الموضوع بوضوح لكل حياتك، وهذا يساعدك في القاع اللي أنت فيه، هذا هي. فإذا أنت الآن في قاع وفي أزمة، أبغى أقول لك لا، خذي أبنوس وطبقي 21 يوم عشان تطلعين من الصدمة. وأنا صغيرة ضربني أبي قدام الناس على سبب تعبه، لازلت الآن متألمة من الموقف ودمعتي تنزل بسهولة. حبيبة قلبي أنتي، حبيبتي أنتي، أكيد الموضوع مرتبط بشعور العار، شعور العار والفشلة، أنه أنا تمت يعني إهانتي قدام الناس أو تم التقليل من قدري قدام الناس. فاشتغلي على شعور العار. زانة حبيبتي تسأل تقول هل عدم التركيز وعدم وضوح الرؤية والهدف وعدم اهتمام بالسعي لهدف معين بالحياة يعتبر صدمة؟ يعتبر متلازمة ما بعد الصدمة، يعتبر من آثار الصدمة، يعتبر أنه أنت ما زلت في الدورة، أنه في شخص ما يقدر يوصل من ألف الباء، ما يقدر، ما عنده الطاقة أنه يوصل من ألف الباء، من واحد لاثنين، يتشتت، يتلخبط،
طاقته تتبدد، يجي كثير من الفلاتر اللي تمنعه من انه يكمل هذا الطريق. فكثير من الاشخاص عندهم انهم يفقدون التركيز في الطريق، يفقدون الرؤية، يفقدون الوضوح. كل هذه الاشياء تعبر عن انه احنا ما زلنا في دورة من دورات الصدمات وما قفلناها، ما زالت مفتوحة.